معانا عبر جابوا الهاتف. جون تاني؟ لا لا الماتش خلص بس يعني نفهم اللي حدث يعني في المباراه. الناقد الرياضي استاذ ايمن بدري. يا استاذ ايمن اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه لمى وبالساده المشاهدين الكرام. اهم محطات الماتش 2-1 للاهلي، وبالفعل الاهلي يعني توج بالبطوله وبطوله دوري ابطال افريقيا، ايه المحطات المهمه بالنسبه له؟ هو الحقيقه طبعا ده اللقب التاسع للنادي الاهلي اللي حقق العديد من المكاسب. اليوم هيلعب طبعا في كاس العالم للانديه، هيلعب نهائي السوبر، حقق اللقب التاسع، استطاع ان هو يحصل على لقب في ديربي الاهلي والزمالك. الحقيقه هذه المباراه مباراه تاريخيه، لانه ربما يعني اجيال مقبله لا ترى فريقين من دولة واحدة بيلعبوا المباراة النهائية، وده تأكيد على قدرة وقوة الكرة المصرية في ظل الأجواء يعني المتوترة في كافة يعني الرياضة في العالم، لأنه حضرتك عارفة أنه العالم بيواجه جائحة كورونا ومفيش يعني أنشطة، لكن إصرار الدولة المصرية على أن يعود النشاط الكروي المحلي، وانه الفريقين الاهلي والزمالك يلعبوا ويستكملوا الدوري يوصلوا بهذا المستوى القوي ويؤدوا مباراه قويه. في النهايه النادي الاهلي كسب 2-1، الشوط الاول انتهى 1-1 بالتعادل. يعني عمرو السولية احرز الهدف الاول للنادي الاهلي وتقدم، ثم كانت يعني سيطرة وهجمات من فريق الزمالك، استطاع شيكابالا ان هو يتوج هذه الجهود بهدف رائع، ثم كان هدف الحسم لمحمد مجدي قفشه في الشوط الثاني بعد عده تغييرات. المباراه الحقيقه اجمالا استاذ ايمن عايز اسال حضرتك، عاده او في بعض الاحيان بيكون في اداء فريق افضل من فريق، ولكن الحظ حالف فريق اخر باحراز الاهداف. اداء مين كان افضل النهارده؟ اداء مين كان افضل النهارده؟ الزمالك كان بعد حوالي ربع ساعة هو الأفضل في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني الأهلي قدر إن هو يعني يعدل من صفوفه ويقدر إن هو يوقف خطورة زيزو ويوقف خطورة فرجاني ساسي ويمنع تقدم ويمنع الكرات العرضية لمصطفى محمد، واستطاع إن هو يعمل العديد من الاختراقات. يمكن حسين الشحات ردت كرة من القائم كان ممكن تكون هدف، في المقابل كان زيزو ايضا له كوره كان ممكن تكون هدف ارتدت من قائم الشناوي. اجمالا المباراه يعني جيده جدا، مستوى يليق بالكره المصريه، ويعني الان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكوره والمستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على منصه الشرف لتسليم كاس البطوله والميداليات الذهبيه للفريق الفائز فريق النادي الاهلي. بالطبع طب كيف كان جون شيكابالا برايك يا استاذ زين؟ لا جون شيكابالا الحقيقه جون يعني لوحه فنيه جميله، لانه استطاع ان هو يراوغ أكثر من ثلاث لاعبين ويحرز هدف في الزاوية العليا اليمنى لمرمى الشناوي، هدف الحقيقة يسجل في اللوحات الرائعة. برضو هدف قفشة الحقيقة في سرعة بديهة، في قدرة على التركيز والتسديد، وإجمالا المباراة يعني شبه متكافئة ما بين الفريقين. مان أوف ذا ماتش أو برأيك أفضل من لعب اليوم؟ لا هو الحقيقه اللجنه الفنيه للمباراه اختارت قفشه هو الاحسن لاعب في المباراه، لكن يعني الحقيقه في عديد من اللاعبين كانوا في مستوى جيد جدا. انا شايف ان زيزو من الزمالك كان متميز، شايف ان محمد هاني من الاهلي كان لاعب كويس، شايف انه في عديد من اللاعبين، بالطبع الشناوي كان لاعب جيد، في اللاعب الاسلام اللي لعب اللاعب الصاعد في الزمالك، يعني في عدد من اللاعبين قدم مستويات جيده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن بدر الناقد الرياضي، نهنئ جماهير النادي الاهلي مره اخرى بالفوز بالبطوله. كنت نفسي تساليه قفشه ده اسمه ايه؟ لا ثانية واحدة، طبعا احنا عارفين انه قفشه محمد مجدي قفشه. محمد ايه؟ محمد مجدي قفشه. قفشه؟ يعني ده اسم فعلا؟
ولا لقب كده اديهوله؟ دي اسم شهره يا استاذه فريده. يعني هو اسم محمد مجدي والشهره قفشه. طبعا لعيب متميز وكان مان اوف ذا ماتش النهارده، يعني افضل لعيب المباراه.